وجدد العميد حسن لبوزة قائد اللواء السادس حراس الجمهورية العهد والولاء لله والوطن والمضيف النضال الوطني تحت قيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح حتى تحقيق النصر المؤزر. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمعايدة الأبطال المرابطين في جبهات العزة والشرف بالساحل الغربي، حيث طاف والوفد المرافق له بعدد من مواقع اللواء السابع حراس جمهورية في منطقة المجيلس التابعة لمديرية التحيتة جنوب الحديدة، متمنا تضحياتهم ومعنوياتهم ومدى إيمانهم بعدالة قضية شعبنا في مواجهة أذناب إيران أحفاد الإمامة. مزيدا من الصمود، مزيدا من اليقظة لهذا العدو الذي يعني أدخل اليمن في حرب يعني طاحنة ليس فيها يعني أي مبرر إلا أن يفرض علينا ما تملي عليه يعني الإيرانيين. أنتم رجال أبطال واللواء السابع له مواقف جيدة، بارك الله فيكم وبارك الله في قيادتكم، وثقتنا كبيرة وثقت قيادتنا بأنكم ستحققون نصر على أي قوة.